السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الثانية من شرح الـ IR Spectrometry، بس النهاردة هنخصص المحاضرة دي على جزئية الـ Instrumentation. المرة اللي فاتت شرحنا مقدمة عن الـ IR وفهمنا إزاي الجهاز بيشتغل وفهمنا الكلام ده كله، ولكن النهاردة إحنا مركزين أكتر نفهم الأساس العلمي والجزء التكنيكال شوية، إزاي الجهاز بيشتغل. تمام؟ جهاز الـ IR على الرغم من إنه هو يبان إنه ممكن يكون جهاز معقد أو جهاز كبير، ولكن في الواقع هو جهاز صغير، أهو زي اللي باين في الصورة هنا. تمام، جهاز حجمه صغير جدا، وجهاز يعني يتحط على البنش كده، ولحد ما رخيص يعني، في منه أجهزة بأسعار معقولة يعني. تمام، موجود في عدد كبير من الشركات. وتحليل الـ IR من التحاليل اللي هي السهلة جدا، زي ما قلنا المرة اللي فاتت تستخدم في مقارنة العينات، إن أنا أشيك على البيوريتي وعلى نقاء العينة. فالمحاضرة دي هتكون عبارة عن الانسترومنتيشن من الأول للآخر، أنا بتكلم على الجهاز جزء بجزء. تمام، يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين أدي صورتين للجهاز، سواء كان مقفول أو ما في منه أكتر من شكل يعني. تمام، سواء غالبا أي جهاز بيشتغل بيقيس، هو بيقيس ضيف، فغالبا هيبقى عليه حاجة بتقفل كده عشان يمنع أي تداخل لأشعة خارجية أو أي ستري راديشن جاي من بره، عشان يبقى مخلي القياس بتاعي أكتر دقة شوية. تمام؟ طيب، لما باجي أقيس الـ IR بسمع نوعين من الأجهزة، في جهاز IR عادي، وفي ساعات دلوقتي غالبا معظم الأجهزة الموجودة في السوق FT IR. طب إيه الفرق ما بينهم وإيه الجهازين دول؟ الجهاز الـ IR القديم ده طراز قديم من الأجهزة، عيبه إن هو كان بياخد وقت طويل جدا في القياس، وعايز واحد تكنيشن يكون شاطر جدا عليه عشان يطلع النتائج الصح، ولكنه على الرغم من انه هو بالتعقيدات دي كلها في التشغيل والكلام ده كله، مبني على اساس علمي بسيط جدا. يعني انت بتتكلم في جهاز الاي ار اللي هو الاولاني ده، تمام، اللي هو النسخه القديمه، على الرغم من انه معقد في التشغيل والكلام ده كله، الا انه جهاز سهل جدا من ناحيه الاساس العلمي. اما جهاز الاف تي اي ار فطبعا ده سهل التشغيل جدا، لان هو كل حاجه يعني بتبقى اوتوميتد قوي. تمام، كل شغل بيبقى اوتوماتيك، انت بس بتحط العينه، الجهاز بيعمل حاجات كتير جدا كان زمان ملزم التكنيشن يعملها، هو الجهاز بيعملها من تلقاء نفسه. ولكن طبعا نظرا للكلام ده كله، اصبحت المبادئ العلميه والاسس العلميه اللي بيشتغل عليها الجهاز معقده شويه، وكمان الجهاز بيقيس اسرع من الاي ار القديم، فده اسمه اف تي اي ار، او اختصارا لفورير ترانسفورم انفراريد سبكتروسكوبي. تمام، لو انت سمعت كلمه فورير ترانسفورم فدي حاجه كده هتلاقيها في الاجهزه، معظم الاجهزه الحديثه بتشتغل بالطريقه دي. تمام، احنا ان شاء الله هنشرح الطريقتين، هنشرح الجهاز القديم. هتقول لي طب ما هو جهاز قديم بتشرحه لي ليه؟ الجهاز القديم هو الاساس وهو الاسهل، وبعد كده هوريك الاف تي اي ار غير في انهي حته بالظبط. فيلا بينا نشوف اول الجهاز. تعالى، جهاز الاي ار جهاز زيه زي اي سبكترومتر تاني. اي سبكترومتر تاني بيبقى فيه اربع اجزاء رئيسيه. اربع اجزاء رئيسيه زي ايه؟ الجزء الاولاني لازم يكون عندي مصدر للاشعه، يبقى هنا لازم يكون عندي مصدر الاشعه اللي انا بعملها عشان استثير بها جزيئات المركب، سواء كانت اكس راي او اي مكان، ولكن في حالتنا هنا الاي ار هيكون عندي مصدر لاشعه الاي ار. طيب، الحاجه الثانيه لازم عندي حاجه تتحكم في الاشعه اللي طالعه من المصدر، فلازم ازاي اتحكم واختار المنطقه اللي انا هشتغل عليها. الحاجه الثانيه العينه اللي بتدخل عليها الاشعه او الطول الموجي اللي انا اخترته، وتمام ايه اللي هيحصل، سواء كان هيحصل ابزوربانس وانا بقيس الترانسميترز او اقيس الابزوربنس على حسب انا مهتم بايه. بعد كده الداتا اللي بتطلع دي كلها، والسوفت وير اللي بيسمح لي بالتحكم في البرنامج والجهاز ككل، والتحكم كمان في الداتا اللي طالعه لي. يبقى دي مكونات اي سبكترومتر: مصدر اشعه، وحاجه للتحكم في الاشعه، والعينه وكل اللي بيحصل فيها وتفاعلها مع الاشعه اللي جايه في الاول، وبعد كده السوفت وير اللي بيشغل البرنامج. طيب تعالوا كده نشوف الاول، نرسم كروكي بسرعه لشكل الجهاز او اي سبكترومتر بنشتغل عليه. تمام، طيب لما بنيجي نتكلم على اي سبكترومتر، الاجهزه القديمه، الاساس العلمي للاجهزه القديمه، الموضوع بسيط، بيكون عندي سورس زي ما قلنا عليه مصدر للاشعه، وبعد كده الحته اللي هي من هنا لحد هنا دي كلها بيسموها المونوكروميتر، او دي هي الجزء اللي انا بعمل بيه كنترول على الاشعه. دي الطريقة اللي أنا بعمل بيها كنترول على الأشعة اللي عندي. تمام؟ يبقى أنا بعمل كنترول إزاي؟ بحاجة في الأجهزة القديمة اسمها مونوكروميتر. المونوكروميتر هتكتشف إن هي عبارة عن إيه؟
عن سليت سيستم. السليت سيستم دي عبارة عن يعني حاجة بسيطة، يعني شغل قديم قوي ولكنه كان بسيط في وقتها. ان انت مثلا لو عندك أوضة وانت عايز تدخل الإضاءة كلها بزاوية معينة، فما ينفعش تفتح اكتر من مكان يدخل لي منه الإضاءة، هفتح مكان بس محدد بحجم محدد يدخل منه الإضاءة، فأقدر أتحكم في الإضاءة زي ما أنا عايز. فهي دي فكرة السليت سيستم، أو يقول عليها النظام زي التجارب اللي كنت واخدها زمان في الفيزياء اسمها الشق المزدوج. بتبقى عبارة عن غرف أو حاجات كده حائل بيمنع مرور الأشعة كلها، وبيبقى في فتحة بتعدي لي حزمة أنا عايزها بمواصفات معينة من الضيف. تمام؟ فده كله في المونوكروميتر. المونوكروميتر بيكون فيه سليت عند الانترانس وكمان عند خروج الأشعة، وفي هنا ديسبيرشن ديفايس. ديسبيرشن ديفايس هنا مرسوم منشور، او في حاجه تانية هنقول عليها قدام دلوقتي كمان، في حاجه اسمها جريتنج. تمام. وبعد كده عندي العينه اهي، العينه السامبل بتاعتي جوه السامبل سيل، وبعد كده بيبقى الديتكتور اللي هو بيرصد ايه التغير ما بين السورس وما بين الاشعه اللي طلعت من العينه. ان هو بيبقى اري الاشعه اللي طالعه من السورس شكلها ايه، والاشعه اللي طالعه من العينه شكلها ايه، وبالمقارنه هيعرف مين اللي امتص ومين اللي ما حصلوش امتصاص، وبيرسم لي الشيت اللي انا عارفه. طيب بما اننا كده اتكلمنا على في سورس وفي حاجه تتحكم في الاشعه وسامبل وديتكتور، تعالوا نتكلم على كل جزء في الاجهزه القديمه دي بكل بشيء من التفصيل شويه. فتعالوا الاول نبدا عند السورس. يبقى كده تعالوا نرسم الكروكي بتاع الجهاز. زي ما قلنا انا عندي مصدر للاشعه، تمام، هرسمها كانها لمبه صغيره عندي. تمام، دي كده مصدر الاشعه بتاعي، ده هيطلع لي الاشعه. هنا هيطلع لي أشعة في الـ IR. للمعلومة المصدر ممكن يكون يطلع في أي منطقة من الـ IR على حسب ما أنت هتختار السورس بتاعك. تمام، إحنا مختارين مهتمين أو مختارين اللي هي إيه، المنطقة اللي في النص الـ IR. تمام، المنطقة اللي في المنتصف. بعد كده قلنا إن في سيستم بيخليني أختار طول موجي واحد. تمام، يبقى ده اللي بيخليني أختار طول موجي واحد. تعال نستخدم بس لون تاني عشان إيه. فكده هيعدي من هنا، ده الطول الموجي الوحيد، ده هيشتغل كأنه مونوكروميتر، ان انا هختار بيه منطقة واحدة من الضيف. يبقى ده المونوكروميتر اللي عندي، هختار منه الطول الموجي اللي انا هعديه. ما هي الفكرة كلها ان عندي الطيف بتاعي من كام لكام. الجهاز المفروض في الميدل اي ار بيبدأ من عند هنقول 4000. تمام، هيبقى من 4000 سنتيمتر ماينس 1 إلى 660، وده معظم الأجهزة بتقيس لحد المنطقة دي. تمام، يبقى كده دي منطقة النير اي ار، دي الميدل اي ار اللي احنا بنقيس فيها. طيب السورس بيطلع في دول كلهم، فأنا في كل مرة هختار خط بالتدريج من 4000 لحد 660 وأمرره على المركب وأشوف حصل امتصاص ولا لأ، وأبدأ أرسم كل منطقة قصادها حصل امتصاص ولا لا، قصاد كل ويف نمبر، واشوف قد ايه الامتصاص اللي حصل عندي. وبعد كده بعد ما هخلص هيكون رسم لي اللي هو ايه الاي ار دياجرام، او تطلع لي الاي ار شيت اللي انت متعود على شكلها. تمام، يبقى عندي سورس، عندي حاجة بختار منها انهو طول موجي من السورس بنسميه المونوكروميتر. بعد كده عندي العينة بتاعتي اهي، دي العينة بتاعتي مثلا احنا حاطينها هنا مالية بيها السيل بتاعتنا، دي اسمها السامبل سيل. بعد كده بيطلع كمان الضوء ليه خواص معينة، هو دخل هنا بانتنستي معينة وهيطلع بكثافة معينة مختلفة عن الدخول عشان حصل في جزء امتصاص للطيف ده. فبعد كده بيبقى في عندي هنا آخر حاجة الديتكتور، يعني هنا آخر حاجة اللي هو الديتكتورز اللي عندي. تمام، كده دي الفكرة اللي احنا عايزين نشتغل عليها. تمام، قلنا طبعا عن مكونات الأجهزة والكلام ده كله والتحكم في الأشعة، وابتدينا نفهم مكونات اللي هو الأسس العلمية للأجهزة القديمة عشان نفهم بيها الفكرة الجديدة في الأجهزة الجديدة اللي هي الـ FT-IR الحديثة. تمام، فأول حاجة هنتكلم عليها هي السورس. إيه الحاجات اللي ممكن تديني IR في منطقة مين؟ إحنا قلنا عليها دلوقتي المنطقة اللي هي الميدل، منتصف منطقة الأشعة تحت الحمراء. أنا مهتم قوي بالحتة اللي هي من 4000 لحد كام؟ من 4000 لحد 666. بيقول لي والله المنطقة دي في حاجتين مشهورة جدا،
النوع الاول وده الافضل ومعظم الاجهزه بتشتغل عليه، تمام، اللي هو عباره عن الميدل اي ار تيونبل ليزر. ده عباره عن انواع من الليزر بتطلع ضوء في منطقه اللي هو الميد اي ار. طبعا دي ميزتها ان الليزر بيطلع حزم ضوئيه كويسه ومظبوطه جدا، وكمان دي عباره عن تيونبل ليزر، يعني انا اقدر اتغير واتحكم في الطول الموج اللي هيخرج منه، لان دي اسمها حاجه اسمها ايه اللي هو الدايز ليزر، تمام. ده عباره عن ليزر بصبغات عضويه، ودي سيستم كده، يعني لو عايز تقرا عنه ادخل دور على اللي هو ليزر الصبغات العضويه. يتميز ان انت تقدر تتحكم في الطول الموجي للضوء اللي طالع بطرق فيزيكال شويه، يعني لو عايز تحب تقرا عنهم. الحاجه الثانيه والطرق القديمه كانوا بيستخدموا حاجه اسمها نيرنست جلور. نيرنست جلور ده عباره عن ايه؟ مبني على اساس فكره اشعاع الجسم الاسود، تمام. كان زمان يقول لك كل ما الجسم، او مثلا جبت حته حديد وقعدت تسخنها، سخنتها وصلت 100، حته الحديد دي هيكون لونها يعني لونها اسود، مش هيحصل اي حاجه. لما تبدا تسخن عند 400 او 500 هتبدا لونها يظهر لون احمر، وهكذا كل ما هتعلي الحراره بتاعه قطعه المعدن دي هتلاقي ان لونها بيبدا يتشفت من الاحمر للاصفر وانت ماشي. المفروض ان يوصل كل ما بنعلي الحراره فالمنطقه او الضوء او التوهج اللي بيطلع منها المفروض بيبقى طاقته اعلى، تمام. ففي علاقه ما بين الحراره وما بين الطول الموجي او التردد اللي طالع هنا، هنعملها مع الويف نمبر. بيقول لي النيرنست جلور ده عباره عن حاجه بسيطه جدا، حاجه من السيليكون كاربايد، تمام، سيليكون، تمام، كاربايد، كريستال من السيليكون كاربايد، عباره عن ساق من الكريستال دي، تمام، اللي هو السيليكون كاربايد، ودي بيتم تسخينها كهربيا لحد 1500 كلفن، يعني حوالي بنقول كده بالتقريب حوالي 1200 درجه فوق ال 1200، بتوصل كمان لحد 2200 كلفن. كل ما بنسخنها بنقدر نشفت الانبعاث اللي طالع منها. يبقى هنا هو عباره عن انبعاث حراري، انا حته من الكريستال او حته من نوع من حاجه يعني كده كريستال معينه، تمام، وانا بسخنها بتبدا تشع ضوء. دي بتشع ضوء فين؟ في منطقه الميدل اي ار، تمام، وعلى حسب الحراره هقدر اغير واشفت المنطقه اللي فيها قمه الاشعاع اللي بتطلع عندي. دي كده الصرصار. ولكن يعني نكون صادق معاكم، اكتر حاجه بتستخدم دلوقتي هو الليزر، لان يعني افضل بكتير والليزر احسن بكتير عن وجود حاجه مثلا متسخنه لحد 1200 درجه جوه الجهاز. ده هيخلي عندي عبء كبير عليا ان انا الجهاز مش هيقدر يشتغل فتره طويله كمان، تمام. يبقى دي الحاجات اللي عندي. طيب لما اتكلمنا فوق اتكلمنا انه السورس زي ما قلنا دلوقتي بيطلع في اكتر من منطقه، فانا لازم اختار منطقه بطول موجي واحد. انا عايز كل مره اعدي طول موجي واحد واشوف الجهاز بيمتص عنده ولا لا، امتص او ما امتصش بسجل، وبنقل على الطول الموجي اللي بعده اشوف بيمتص عند الطول الموجي ده ولا لا واسجله. ايه اللي انا عايز اعمله؟ عايز اتحكم وافرد حزمه الاشعه اللي عندي دي على نطاق كبير عشان اتحكم في اي منطقه. فبيقول لي والله في سيستم بيشتغل بالبريزم، تمام، بيشتغل بنوع من المنشور، طبعا زي ما الضوء المرئي بيتحلل بالمنشور برضو اشعه الاي ار بتتاثر بالمنشور وبيحصل لها انحراف، تمام، وبتغير كمان من المكان بتاعها. يبقى كده احنا بنتكلم ان انا لو عندي منشور وعرضت، انا بس جايب لك ان هو في الضوء المرئي عشان اخليك تتخيل، ودخلت عليه اشعه اي ار. طبعا هنا المنشور مصنوع من ايه؟ لازم يكون المنشور مصنوع من ماده شفافه للطفل اللي انت شغال عنده. فمثلا في الضوء المرئي الازاز كويس جدا لانه شفاف، او البلاستيك، انواع معينه من البلاستيك ممكن اصنع منه منشور. ولكن بالنسبه للاي ار الحاجه اللي شفافه بالنسبه لهم هي الاملاح الايونيه، سواء احنا غالبا بنستخدم كلوريد الصوديوم، وعشان كده سمينا الميدل اي ار باسمها الصوديوم كلورايد اي ار. بيقول لي كمان حاجه ثانيه ممكن ناخد منها طيف احادي الطول الموجي، او مش هنقدر نقول احادي الطول الموجي بصراحه، في منطقه تكون نارو باند، يعني حزمه ضيقه جدا من الاطوال الموجيه جنب بعض ونقدر نشتت الباقيين. بيقول لي في حاجه اسمها الجريتنج. من الواضح هنا لو بصينا الجريتنج بيجيني مصدر بيقدر يشتت على حسب الزوايا السقوط وحسب الاطوال الموجيه واخد منه الطول الموجي اللي انا عايزه، تمام. بيقول لي الجريتنج مميز جدا عن البريزم. الجريتنج ده عباره عن اقراص كده بتشتريها، تمام، بتبقى مخصصه انت على حسب ما انت عايز تشتت الطول الموجي او الحاجه اللي انت عايز تشتت فيها. فالجريتنج موجود، جريتنج من الحاجات اليو في والفيزبل وكمان الاي ار. الجريتنج ده حاجه يعني تخيل حاجه مثلا عامله زي قرص الاسبرين معمول فيها خطوط فيها جروف.
الجروف ده اهم حاجه يكونوا كلهم متوازيين وكلهم متماثلين جدا. ولك ان تتخيل ان الاخاديد او الجروف اللي انت عاملها دي بعدد كبير جدا، يعني انت بتتخيل ان بيبقى فيها اكتر من 10 الى 200 جروف لكل مليمتر. ده شرط ان انت يبقى عندك جريتنج كويس في منطقه الاي ار، انه بيكون ما بين 10 ل 200 جروف لكل مليمتر واحد. ولذلك الجريتنج بيكون صعب جدا تصنيعه، وكمان بيكون غالي جدا للصعوبه دي كلها. وطبعا زي ما احنا عارفين دايما الحاجه الغاليه بيكون ادائها بيكون افضل. فالبريزم على الرغم من اساس سهل والدنيا بتاعته يعني بتكون الى حد ما بسيطه، الا ان الاجهزه اللي بتشتغل بالجريتنج بتدي يعني طيف اكتر، دقه والريزوليوشن بتاعه احسن، فتقدر تاخد منه داتا اكتر. ولكن البريزم بيديك جهاز يعني رخيص شويه، بس الشيت ما بيبقاش متفسر قوي. تمام، هنفهم برضو يعني ان شاء الله في المحاضره الجايه هوريك 2 شيت، واحد متقاس بالبريزم سيستم وواحد متقاس بالجريتنج، وهتلاحظ بشكل واضح الفرق ما بين الشيت اللي متقاس بالبريزم والشيت اللي متقاس بالجريتنج، ان بتاع الجريتنج سيستم بيكون انقى بكتير وكمان الريزولوشن بتاعه عالي، فاقدر اقيس زي ما انا عايز. ده كده اللي هو الجهاز الاي ار القديم. تعال نشوف بقى التاني الاف تي اي ار. والله بيقول لي الاف تي اي ار، طبعا هو ما جيتش بالصبح كده، قمت قلت لا انا هرمي الجهاز القديم وابدا اعمل جهاز جديد. جهاز الاي ار العادي مفيش مشكله، بس كان فيه عيبين اساسيين زي ما قلنا. عيب الريزوليوشن، لازم تستخدم الجريتنج اللي هو بيكون مكلف شويه، وكمان الجريتنج عيبه الثاني ان هو يعني بيكون مكلف، وطبعا كمان انت لازم تبقى تتعامل معاه بحرص جدا. الحاجه الثانيه مشكله الوقت، سواء انت شغال بجريتنج او شغال ببريزم، ففكره الوقت بتكون حاجه صعبه. الحاجه الثالثه وعايزك تركز عليها جدا، لما بتستخدم مونوكروميتر، لو انت السورس بتاعك بيطلع مثلا، تخيل معايا بيطلع 100 شعاع، 100 شعاع ضوئي فرضيا يعني، انا ببدا اظبط بالبريزم بتاعي فباخد شعاع واحد بس منه، فانا تقريبا كده شغال بكفاءه قليله جدا من قدره السورس، يعني المصدر بتاعي بيديني اشعه كتيره جدا، ولكن انا كل مره باخد حته صغيره، فبيكون الانتنستي بتاعت البيك اللي ظاهره ضعيفه، ولذلك بكرر القياس اكتر من مره عشان احصل على انتنستي واحصل على بيكات بحجم معقول ينفع تترسم عندي. فمن هنا ده كمان سر من اسرار الوقت. يبقى الوقت ان انا بستخدم، يبقى عيب الوقت في الاجهزه القديمه حاجتين، ان انا بشتغل بجهاز ان هو بياخد كل طول موجي على حده ويقيسه، الحاجه الثانيه ان هو لازم يقيس نفس الطول الموجي اكتر من مره عشان يديني بيكات بحجم معقول، لان انا شغله الجريتنج او اللي هو البريزم سيستم بيشتت قدره المصدر، السورس اللي هي الباور بتاعته بتبقى عاليه، بس انا بشتته عشان اخد منطقه واحده بس، فده كمان بيخلي السورس باور ضعيف لما بيعدي على الجريتنج. لكن لما تيجي تشوف الاف تي اي ار، لا الاف تي اي ار كان نقله فعليه في الاجهزه. الاساس بتاعه برضه نفس الفكره، هيتخلص بس من حته المونو كروميتر، يبقى هو هيتخلص من حته اللي بتعطلني وبتاخد وقت. تمام، يبقى من اهم مميزات جهاز الاف تي اي ار قلنا ايه، ان هو عدم الحاجه لاستخدام المونوكروميتر، وده هيسمح لي ان انا احصل على شيت بريزوليوشن عالي جدا في وقت قصير جدا. طيب تعالوا كده نشوف، طبعا الكلام ده كله هيحتاج افكار تكون شويه معقده، ولكن ان شاء الله هتكون سهله. سيستم الجريتنج طبعا دي الحته اللي هي بدل البريزم، بدل المنشور الراجل قال هعمل حاجه بسيطه. السورس بتاعي مش هيكون عمودي على عينه، ادي السورس وادي السامبل بتاعتي، يعني انا عندي ده السورس اهو ودي هي العينه بتاعتي. تمام، عشان بس ما تتوهش مني، يبقى انا عندي العينه والسورس عاملين ايه؟ عاملين زاويه 90. حلو قوي، يبقى كده اولا العينه ما بتتحطش على امتداد المصدر، كويس. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ بيقول لي استبدل المنشور بنظام من المرايا، فعليا مرايتين مش مرايه واحده، هما مرايتين بيبقوا، واحده منهم بتتسمى الفيكسد ميرور لان هي بتبقى ثابته في مكانها ما بتتحركش خالص، وانما الثانيه بتكون الموفينج او الموفابل ميرور، ودي بيكون في جهاز وراها بيحركها بدقه عاليه جدا، لان هي الفكره كلها في تحريك المرايه المتحركه، واهم حاجه لما بحركها تتحرك بدقه عاليه جدا، وكمان اعرف مكان المرايه في كل لحظه هي فين بالظبط، لان الجهاز بيعتمد في الداتا بتاعته عليها.
طيب تعالوا بقى كده ندخل بسم الله الرحمن الرحيم نفهم بقى الـ FTIR من جوه ايه النظام. تعالوا كده احنا قلنا كل حاجة فيه زي التاني ما عدا منطقة المونوكروميتر هنستبدلها بالحتة دي كلها بقى اللي هي المرايات مع السورس مع الكلام ده كله والزاوية 90 الكلام اللخبطة ده كله بدل المونوكروميتر هنا اسمه مايكلسون انترفيروجرام. ايه المايكلسون انترفيروجرام او اللي هو الانترفيرو ده؟ بيشتغل على الانترفيرنس، الانترفيرنس او تداخل الموجات. فتعالوا ننزل تحت نشوف فكره الاول اهو، قلنا السورس، انا عندي السورس بتاعي اهو، وادي هنا الفيكسد ميرور، وادي الموفابل ميرور. طيب الضوء وهو طالع من السورس تمام هيعدي على حاجه اسمها البيم سبليتر. البيم سبليتر او قاسم الحزمه او قاشط الحزمه، لو سمعت الاسم ده او كده هو شغلته كلها ايه؟ البيم سبليتر هو عباره عن مرايه. طب تمام، ما المرايه المفروض لو هي بالزاويه دي، لو هي مرايه عاديه فبالزاويه دي المفروض الضوء يجي هنا ويخبط ويرجع لفوق. تمام، بيقول لي لا بس هي برضو مرايه شبه منفذه، يعني جزء من الضوء هيكمل في اتجاهه والجزء الثاني هيطلع فوق عند الفيكسد ميرور، يبقى الضوء اللي هينفذ هيمشي عند المرايه مين؟ المتحركه. والجزء اللي هينعكس منه هيبقى يطلع لفوق. ايه الحاجه المنفذه للاي ار؟ قلنا مين؟ اللي هي الصوت، سواء صوديوم كلورايد او بوتاسيوم برومايد. وكمان هجيب معدن يبقى هو عباره عن جرمانيوم، معدن مشهور اسمه الجرمانيوم، تمام؟ هيكون محطوط منه كانه كوت على كريستال او على حاجه من البوتاسيوم برومايد. تخيل انك انت عامل مرايه من ملح وبدل ما بتغطيها مثلا المرايات العاديه من ازاز بتغطيها بفضه، لا ده هي مرايه من الملح بدل الازاز هنا. وكمان الكفر بتاعها او السطح العاكس اللي فيها هو بيكون عاكس للاشعه تحت الحمراء هو الجرمانيوم. الاشعه تحت الحمراء للمعلومه يعني انعكاسها ودنيتها مختلفه شويه عن الضوء المرئي، تمام؟ فبتلاقي ان مثلا من افضل العواكس للاشعه تحت الحمراء هو الذهب، وحاجه زي الجرمانيوم بيختاروه برضو عشان يكون ده اللي هيعمل انعكاس. يبقى الجرمانيوم هيعمل انعكاس لفوق وكمان جزء منه من الضغط او الضوء بتاع السورس بيروح للموفابل ميرور. طيب لحد كده تمام، يبقى احنا ابتدينا نقسم بقى المايكلسون انترفيرومتر عشان بس ما تتوهش مني. اهم حاجه نفهم الحته بتاعت الانترفيرنس بتتم ازاي. يبقى كده ادي الضوء او الشعاع اتقسم لشعاعين، واحد طلع لفوق وواحد راح هنا، وهم في الاول وفي الاخر سيبك من هي فيكسد او موفابل هم مرايا. طبيعي ان الضوء ينعكس. تمام؟ هيروح لها ويرجع. تمام؟ يبقى كده الضوء هيروح ويرجع. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ بيقول لي الضوء طلع من السورس، راح للمرايه، قسمته اتنين، راح هنا وهنا، وبعد كده رجع. وهو راجع ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي هي نفس الفكره اللي من بدري. جزء من الضوء اللي جاي هيرجع هنا، يعني من المرايه دي هيكمل عادي، وهيروح للسورس فمش هيعمل لي مشكله. وده كمان برضو جزء منه هينعكس ويروح للسورس مفيش اي مشكله. نركز بقى في الجزء اللي فاضل الثاني. الجزء اللي فاضل الثاني بيحصل ايه؟ بيحصل انه ده هيجي وينعكس ويجي منه جزء لتحت، وكمان ده جزء منه هينفذ ويجي لتحت. رايح لفين هنا؟ راجع للسامبل. اذا من بدري كان حزمه واحده من الاشعه جايه من المصدر قسمها البيم سبليتر الى مين؟ الى تو باند، قسمها لي شعاعين. الشعاعين راحوا للمرايا ورجعوا مره ثانيه، كل واحد منهم شعاع كانه شعاع جديد. بيقول لي انك تقسم شعاعين ويروحوا عادي، لكن ان هم يرجعوا ويحصل ريكومباينيشن او يحصل اعاده تراكب للاشعه، لا. هنا بقى في احتمال من الاثنين، يا اما الشعاعين اللي جايين بيقولوا عليهم ان فيز، يعني قمه ده هيكون تحت اللي جاي الثاني القمم مع بعض، ده احتمال، او ده كده احتمال من الاحتمالات، ده الشعاع الاول وده الشعاع الثاني اللي هو جاي من المرايه دي واللي جاي من المرايه دي. امال ايه الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني ان يكون الشعاع ده عادي والثاني قصاد القمه في قاع، وقصاد القاع في قمه، وتبدا بقى القصه تختلف. بيقول لي بس لو انت عندك القمه قصادها قمه،
فبيسموهم ان فيز، ان هو التو ويف بتعامل الضوء هنا كانه موجه، تمام؟ ده اي ار ويف، فهي موجه مستعرضه. اذا كانت القمم جايه قصاد بعض والقيعان جايه قصاد بعض فدي بيسموها ان فيز، وبيكون فرق، هم بيقولوا ان فيز يعني في نفس الطور باللغه العربيه، تمام؟ فدول بيحصل ما بينهم تداخل او تراكم ما بين الموجتين، ويحصل ان الامبليتيود بتاع الموجه المحصله تكون اقوى من الموجتين مع بعض، تمام؟ يبقى الموجه الجديده هي عباره عن مجموع الامبليتيود بتاع الاثنين. يبقى كده دي اول حاله انه بيحصل تراكم، وده بيسموه تداخل بناء. ليه بقى؟ لان التداخل نتج عنه موجه جديده بتساوي ايه؟ مجموع الاثنين. امال هنا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي لا، ده قصاد القمه في قاع وقصاد القاع في قمه، فبتكون المحصله هي خط افقي بيساوي صفر، لان كل حاجه بتكنسل اللي قصادها. دي قاع قصادها قمه، لما اجمعهم هيبقى صفر. ده قاع قصاد قمه فوق، فبيكون المحصله صفر، والنهايه تكون موجه بتساوي صفر. وهنا الديتكتور مش هيقرا حاجه، يبقى مره الديتكتور هيقرا حاجه عاليه ومره هيقرا مفيش. طيب الجهاز بيشتغل على انهي حته فيهم؟ بيشتغل على الديستركتيف ولا الكونستركتيف انترفيرنس؟ بيقول لي الجهاز بيشتغل على ده وده. ازاي؟ بيقول لي الموج اللي هي المرايه اللي بتتحرك دي شغلتها دي بس، ان هي مره تخلي الانترفيرنس بناء، تداخل بناء، وشويه تتحرك تخلي الموجه دي توصل شويه بدري او متاخر، بحيث انها تبقى تداخل هدام. يعني ساعات هتخليها تداخل بناء وساعات هتخليها تداخل هدام. يبقى كده دي الفكره. ولذلك الديتكتور هنا ما بيرسمش زي التاني. التاني كان بيطلع الشيت مباشره، الديتكتور بيقيس الترانسميتنس او الابزوربنس ويطلع عندي. لا، بيقول لي هنا الجهاز مش هيقدر يقيس لا ترانسميتر ولا ابزوربنس، هيطلع له حاجه اسمها انترفيروجرام. اهو احنا بنتكلم على التداخلات، ادي تداخل بناء كونستراكتيف انترفيرنس، بيبقى القمم قصاد بعض والقيعان قصاد بعض، فتكون المحصله موجه امبليتيود بتاعها اعلى من اي واحده فيهم. اما لو كان هدام فبيكون القمه قصاد قاع والقاع قصاد قمه، فبيكون المحصله موجه بتساوي صفر. دي بس كده ايه للفهم مش اكتر. يبقى كده احنا فهمنا دور الموجه اللي هي المرايه المتحركه، ان هي بتغير في طور الموجه المنعكسه بالنسبه للموجه الثانيه المنعكسه اللي جايه من المرايه الثابته. فبيحصل ما بينهم تداخلات، ساعات بيكون تداخل بناء وساعات بيكون تداخل هدام، وفي نهايه الموضوع بيطلع عندي حاجه اسمها انترفيروجرام. بيطلع عندي انترفيرو ايه؟ جرام. الانترفيروجرام ده اللي بيشوفه الديتكتور، هو بيرسمه، بيطلع حاجه لا تشبه تماما الشيت اللي انت متخيله، تمام؟ تعالوا كده اهو، هنا بيطلع عندي كده، لو قلنا ده يعني خط افقي، تمام؟ وبيطلع لي حاجه كده كده، وانا مش فاهم ايه اللي طلع لي، تمام؟ وبيقول لي هنا بيبقى علاقه بين الزمن وقوه او شده الموجه بالفولت، وهفهمك ليه بتطلع بالفولت، عشان هو الجهاز هنا بيعامل موجات الاشعه تحت الحمراء كانها هي اللي بتستثير تيار كهربي في دايره الديتكتور. الجهاز الحساس اللي بيقيس الاشعه تحت الحمراء هنا اخر حاجه في الخلايا خالص، بيحس الاشعه تحت الحمراء، وكل ما جاله عدد كبير من الاشعه فبيولد تيار اكبر، فبيقيس الموضوع كانه فولت، ما هو ما بيعرفش حاجه اسمها اشعه تحت حمراء، هو بيقيس فولتات، تمام؟ فبيبقى شبه الفوتو فولتك سيل، شبه خليه كهروضوئيه بتاعه الخلايا الشمسيه، تمام؟ فبيقيس فرق جهد قصاد زمن، تايم دومين. طيب تمام، هل ده شبه شيت الاي ار اللي انا متوقعه؟ يقول لي لا، ولو شفته ولا هتعرف تطلع منه اي داتا، يعني المنظر ده ما تعرفش تطلع منه داتا كتيره. ولكن احنا دلوقتي هوريك فيديو للكلام اللي انا قلته عشان ارجع مره ثانيه افهمك ازاي ان انا احول تايم دومين قصاد الفولت لشيت اي ار بويف نمبر وابزوربنس او ترانسميتنس اللي انت فاهمه. بنبدا هنا، الجهاز اللي معايا عندي راديشن سورس، وعندي بيم سبليتر، وعندي اثنين مرايتين، مرايه بتكون ثابته ومرايه متحركه، وعندي الفوتو ديتكتور اللي بيقيس، وبعد كده عندي السامبل اللي عندي اللي انا عايز اقيسها. ففي البدايه ايه اللي بيحصل؟ ان السورس هيطلع موجه من الاشعه تحت الحمراء. زي ما قلنا الموجه هتطلع هتصطدم بمين؟ بالبيم سبليتر، فيعمل لها سبليتنج لاثنين بيمز، واحده هتروح للموج اللي هو للمرايه الثابته، والتانية هتروح للموفبل ميرور، المراية المتحركة. في البداية هبقى ظابطهم هما الاثنين على نفس المسافة، فهيرجع
اللي هو الشعاعين منهم ينعكسوا ويرجعوا مرة تانية يتقابلوا عند البيم سبليتر ويحصل ما بينهم انترفيرنس، ومنه يروحوا لعند اللي هو السامبل سيل، وبعد ما يعدوا من جوه السامبل يكونوا وصلوا للديتكتور. ادي شكل اللي هو الموجة وهي رايحة، فبيحصل لها سبليتنج، وبعد كده بيحصل ما بينهم اللي هو كونستراكتيف انترفيرنس، تداخل بناء. ده اول حاجة. يبقى المرحلة الاولانية بيكون هم كل حاجة، فبيحصل عندي كونستراكتيف انترفيرنس لان الموجتين بيكونوا ان فيز زي ما قلنا من بدري. بعد كده هحرك شوية الموفبل ميرور، هرحلها سنة بحيث ان يكون الانترفيرنس ما بين الاثنين ديستراكتيف. تمام، بيكون مظبط الجهاز، هو الجهاز فيه سوفت وير بيظبط الموضوع ده، فيحصل ديستراكتيف انترفيرنس. طيب لما يحصل ديستراكتيف انترفيرنس هيتغير المكان مرة تانية، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ ببدأ اغير شوية يدين ديستراكتيف وشوية يدين كونستراكتيف، مع الوقت يطلع عندي الانترفيروجرام. بعد كده الجهاز فيه سوفت وير هيحول اللي هو اسمه الفولر ترانسفورم، هيحول الانترفيروجرام عند اللي هو الشكل اللي عندنا. طيب احنا الحاجات اللي متفقين عليها انه حزمة الليزر دي اللي عندي فيها اكتر من طول موجي، تمام، فالجهاز بيقيس دول كلهم مع بعض، ودي الفكرة اللي هو اتغلبت عليها على الفكرة التانية. فالفورير ترانسفورم هيحولها لي للشيت اللي انت شايفه قدامك. بعد ما فهمنا الطريقة اللي بيشتغل بيها الجهاز والاساس العلمي اللي بني عليه تمام بالفيديو اللي فات ده، تعال بقى نوصل لاخر مرحلة وهو الديتكتور. احنا خدنا السورس وخدنا ازاي اللي هو بختار الطول الموجي للجهاز، او بختار الطول الموجي اللي بقيس عنده، او لو هشتغل بالاجهزه الحديثه الاف تي فبشتغل بكل الاطوال الموجيه دفعه واحده بالشعاع الليزاني اللي عندي. اما بعد كده هيوصل الضوء للعينه، وقلنا ان السامبل سيل وحتى لو في منشور او اي حاجه هيتصنع كلها من مواد تكون شفافه للاشعه تحت الحمراء، هتكون مصنوعه من املاح ايونيه. تمام، طيب الاملاح اللي عندي دي بتكون اما بوتاسيوم برومايد او صوديوم كلورايد. تمام، طيب بعد كده هيوصل للديتكتور. ايه اللي بيعمله الديتكتور فعلا؟ الديتكتور عايز يقيس لي قد ايه بيوصله اي ار، يبقى هو الديتكتور بيوصله اي ار. تمام، فعايزين يقيسوا قد ايه وصل له اشعه تحت حمراء بعد ما عدت من العينه. الديتكتور هنا هيقيس ايه؟ هيقارن ما بين الاشعه اللي جايه من المصدر وما بين الاشعه اللي هتنفذ من خلال العينه، وبطرحهم من بعض هعرف قد ايه العينه اللي عندي امتصت من الطيف. تمام، طيب بيقول لي والله الاشعه تحت الحمراء في اكتر من نوع من الديتكتورات اللي انت ممكن تشتغل عليه، في اكتر من نوع من الديتكتورز ممكن تشتغل عليه في الاجهزه دي. تمام، بس اهم حاجه زي ما قلنا انا بغير في اطوال موجيه كتير والجهاز بيشتغل بسيستم على طول، فلازم يكون كمان الديتكتور بيستجيب معايا بسرعه للتغيرات اللي بتحصل. فيبقى اهم حاجه يكون الديتكتور فاست اكتنج، يبقى اهم حاجه يكون فاست اكتنج، ويكون عنده شورت ريسبونس تايم، يكون الوقت اللي بيستجيب فيه الديتكتور كمان قليل. تمام، في اكتر من نوع من الديتكتورز، تمام، ولكن اشهرهم هو الفوتو ديتكتورز، ودي موجوده بتقيس في كل تقريبا المناطق من الطيف المرئي. الفوتو ديتكتور دي لا تختلف كثيرا عن خلايا الطاقه الشمسيه، هي عباره عن مصنوعه من مواد اشبه موصلات. تمام، السيمي كوندكتور ده فيه ميزه انه كل ما بيجي عليه فوتون بيطلع تيار كهرباء، كل ما بيجي عليه فوتون بيطلع كهرباء، وفي علاقه ما بين عدد الفوتون اللي بتسقط عليه واللي بتيجي على مساحه معينه منه وشده التيار اللي بيجي يطلع من السيمي كوندكتور. يبقى هو الديتكتور مصنوع، اللي هو الفوتو ديتكتور ده مصنوع من سيمي كوندكتور. السيمي كوندكتور ده لما بيجي عليه الاي ار راديشن بيطلع كهرباء، الجهاز بيقيس الاستجابه في صوره تيار كهربي بفولتات، عشان كده قلت لك من بدري بيقيس وقت قصاد فولت. تمام، يبقى دي فكره الفوتو ديتكتور. اشهر مثال للفوتو ديتكتور هو حاجه اسمها ام سي تي، او اسمه ميركوري كادميوم تيلرايد ديتكتور. تمام، ده نوع من الديتكتورات مشهوره جدا تستخدم في اللي هو الاي ار سبكتروسكوبي. في انواع ثانيه ولكن ده اشهرهم، وده اللي فكرته سهله. في حاجات ثانيه لو عايز تعرفها هبقى اعمل لك فيديو عليها ثاني. طيب عملنا والداتا طلعت اللي عندي، فعايز نفهم ايه فين الاف تي لحد هنا، فين الفورير ترانسفورم؟ قلت لك انا بيظهر عندي فولت قصاد مين؟ قصاد تايم دومين. التايم دومين ده بيمثل مين؟
بيمثل السيستم اللي متبرمج في الجهاز عشان يحرك الموفابل ميرور، امتى عمل ديستركتيف انترفيرنس وامتى عمل كونستركتيف انترفيرنس، عشان هيبدا الجهاز يعمل عمليه رياضيه يحول لي بيها الوقت قصاد الفولت لويب نمبر، او يحولها لي زي ما قلنا هو بيقيس وقت قصاد فولتات. تمام، ادي هنا تايم وهنا فولت، دول لا يمثلوا لك اي قيمه بالنسبه لك انت كواحد بيعمل اي ار. انا مش هفهم ايه تايم وايه فولت، انا بالنسبه لي عايز شيت اي ار اللي انا متعود عليه. بيقول لي ما هي دي الفكره، ان في حاجه اسمها فورير ترانسفورم، عباره عن سوفت وير او سيستم، دي عباره عن سيستم مبني على عمليات رياضيه. تمام، الفورير ترانسفورم ده شاطر جدا في تحويل اي حاجه متقاسه بتايم دومين معين او بمجال زمني معين، يحولها لفريكونسي. تمام، فريكونسي دومين، يبقى هيحولها من مجال وقت لمجال ترددي، ده هيحولها لي الويف نمبر قصاد الانتنستي، وهيديك شيت الاي ار اللي انت متعود عليه العادي. يبقى هي دي فكره الفورير ترانسفورم، ان هو عباره عن سيستم مبني على رياضه، يبقى هو عباره عن سوفت وير مبني على معادلات رياضيه، بيحول لي اي داتا متقاسه بتايم دومين الى حاجات بفريكونسي دومين. دي كل اللي انا عايزك تعرفه عن اللي هو الفورير ترانسفورم. تقدر تدخل تدور برضو، لو انت يعني محب شويه للرياضه عايز تفهم، ادخل شوف ايه الاساس العلمي بتاع الفورير ترانسفورم، لك مطلق الحريه انك تعرفه. انا كل اللي انا عايزك تعرفه ان هو الجهاز ما بيقيسش، الجهاز اللي هو اف تي اي ار ما بيظهرلوش في الاول، ما بيطلعش فيه الداتا بالشكل اللي انت متعود زي الاجهزه القديمه، لا ده هو الجهاز هنا بيقيس داتا معينه وبعد كده بيحولها بطرق رياضيه للشكل اللي انت عايزه. تمام، ومن هنا اتغلب على الوقت، ان هو ما بقاش يفصل كل طول موجي فعلا، ولكن اصبح كانه بيفصلهم بسوفت وير، وبما ان السوفت وير ممكن اتحكم في سرعته وازود سرعته زي ما انا عايز، وده هو السر بتاع ان اللي هو الاف تي اي ار بيكون سريع جدا في شغله، وكمان بيديني داتا ممتازه واكثر من ممتازه. اهو ده شكل الموجه اللي بتطلع، او الانترفيروجرام اللي بيطلع عندك. تمام، انترفيرنس، والموجه بتبقى فيها جزء سالب او موجب. تمام، اللي هو بياخد مثلا الفيرست ديفرنشال، عمليات رياضيه بيعملها يعني. بعد كده بتدخل على الاف تي كالكوليشن، والسوفت وير اللي عندي بيحول الداتا اللي انت مش فاهمها دي لداتا عباره عن ترانسميتنس قصاد ويف نمبر، يطلع لي السبيكترم زي ما انت يعني هتبقى فاميليار بيه ان شاء الله. المحاضرات اللي جايه هنشرح بقى الشيت ده او البيكات دي بتمثل لي ايه. ده كده يعني كانت الطريقه اللي انا بقيس بيها وبحول بيها الداتا بتاعت الاف تي اي ار لشيت اي ار عادي. طيب لحد دلوقتي ما جاوبتكش على سؤال مهم، ازاي انا بطلع طيف بيرفكت، حاجه مثاليه جدا للمركب، وانت قلت لي المره اللي فاتت الميه بتمتص اي ار، ثاني اكسيد الكربون بيمتص، كل حاجه حوالين مننا بتمتص اي ار، وانا بعمل العينه بتاعتي على اقراص من الملح، فالملح كمان بيحب ان هو يشرب ميه حتى من الجو، وهياخد رطوبه من الجو، فدايما هيكون في نويز وبيكات ثانيه غير بتاعه مركبي. يبقى دايما بيكون عندي بيكس مصدرها مركبي، وبيكس ثانيه مصدرها الامبيوريتيز اللي عندي سواء في الملح او حتى من الجو المحيط. فبيقول لي خلاص الموضوع بسيط، هعمل مسحه في الاول بلانك. بلانك ازاي؟ هعمل واقيس في الجهاز، واقيس شيت الاي ار، اقيس للباك جراوند، اقيس احط كل حاجه ما عدا الماده بتاعتي. لو حتى مادتي هدوبها في انواع معينه من السولفنت، هحط كمان السولفنت ممكن، واقيس واشوف ايه اللي انا بشتغل فيه. طيب المسحه الاولانيه دي ليه؟ المسحه الاولانيه دي عشان هسطر الجهاز عليها، هقول للجهاز ان البيكات اللي في المنطقه ودي 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 دول مش مصدرهم العينه بتاعتي، دول مصدرهم نويز بقى جايه من السولت اللي انا بقيس عليه، او جايه من السولفنت اللي انا بستخدمه، او جايه من الهواء، جايه من اي حاجه، المهم ان انا بقيس الباك جراوند الاول. يبقى عشان اجيب طيف نقي للعينه بتاعتي بقيس الاول الباك جراوند، بعد كده هقيس العينه بتاعتي، وكده ولا كده الباك جراوند هتظهر عندي. بعد كده هطرح الشيت بتاع العينه مع الباك جراوند من شيت الباك جراوند اللي انا قايسه لوحده ما بينه. طبعا الجهاز بيعمل الكلام ده كله بنفسه، انا زي ما قلت لك في الاول ان الاف تي اي ار بيعمل الكلام ده كله مع نفسه، هيطلع لك شيت الاي ار اللي هو نقي بشكل كبير جدا. اهو دي الفكره بتاعتنا، ان انا في الاول بقيس الباك جراوند، اهو دول البيكات بتاعتي، ودي كمان العينه بتاعتي بالباك جراوند،
فقعدت ابص والله الحته دي زيها هنا، يبقى دي مش مصدرها العينه، ودي برضو نفس الكلام، مفيش اللهم الا الحته دي هي اللي مختلفه عن الباك جراوند، مختلفه شويه. لما بطرح منهم الجهاز هيكنسل لي كل دول وهيسيب لي بس اهي البيكه دي، هيقول لي دي هي اللي مصدرها مركبه، فيطلع لي شيت الاي ار بتاعي نظيف جدا. ولكن انا لو ما كنتش قايس الباك جراوند معايا كان هيظهر عندي البيكات دي، لان دي مصدرها الباك جراوند. الجهاز مش هيعرف هي جايه من باك جراوند ولا جايه من عينتك، الجهاز بيقيس ايه اللي بيمتص اي ار ويظهره لك. فانت لازم تقيس الاول باك جراوند، وبعد كده تقيس العينه بتاعتك كده ولا كده هيظهر فيها الباك جراوند بتاعتك. بطرحهم الجهاز بيعملها برده بالسيستم والسوفت وير اللي قلت لك عليه في الاول، هيبقى في النهايه الشيت اللي انت عايزه كويس جدا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لو حد عنده اي سؤال في اي حته في الاجهزه يقول لي، وان شاء الله هرد عليه باذن الله.